تعقد حملة المرشح الرئاسي حازم عمر اليوم مؤتمرها الانتخابي الثاني بمحافظة الإسكندرية لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات غرب الدلتا وطرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذه المشكلات. وكانت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر قد عقدت لقاء مع أعضاء أمانة العضوية المركزية لحزب الشعب الجمهوري بمقر الحملة الانتخابية المركزي. تناول اللقاء خطط الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية القادمة، فضلا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح وتسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج والتي تهم الشارع المصري.